مرحبا للجميع. الضغط ما زال مستمر. قالت الجهة المسؤولة عن رعاية اللاجئين الكوا أن عدد الأشخاص الذين يوصلون حاليا إلى مركز تير أبل أكثر من القدرة الاستيعابية للمركز. وقالت الكوا إنها تعمل حاليا وبشكل جدي مع البلديات لإيجاد مكان لإيواء اللاجئين، وذلك لمنع الناس من النوم خارج المركز كما حدث العام الماضي. وأضافت الكوا أنها عملت تأمين أماكن للقاصرين يوم الجمعة الماضي، كما سيتم توفير سكن ل 150 طالب لجوء كحد أقصى في هانزا بلازا في مدينة غرونينغن الهولندية. أصدقائي، الخبر هون. هلا ننتقل لبعض الأسئلة من المتابعين. إجاني سؤال: إذا إجيت على هولندا وعمري 18 سنة بقدر أعمل لم شمل؟ طبعا هلا إذا أنت باصم قاصر بحق لك تعمل لإخواتك القاصرين وأهلك، بس إذا إجيت على هولندا عمرك 18 سنة، يعني بصمت عمرك 18 سنة وعديت 18 سنة، ففيك تساوي بس لم شمل لزوجتك وأولادك إذا كنت متزوج. إذا بدك تساوي لم شمل لأهلك اوكي شوي صعب، ولكن في احيانا بيصير في استثناءات وبيجيك القبول للم الشمل. اوكي اصدقائي، بس لازم تدفع كمان مبلغ 210 يورو. اجاني سؤال كمان: هلا اي شخص بيقدر يقدم لجوء بهولندا ولا حصرا للسوريين واليمنيين كونه دول غير امنه؟ لا اصدقائي، اي شخص بيقدر يقدم لجوء بهولندا، اوكي مو ضروري بس يكون سوري او يمني، ولكن إذا أنت كنت تستحق الإقامة بهولندا فأكيد رح تحصل عليها. يعني إذا أنت جاي من دولة آمنة كمصر كأي دولة آمنة، فلازم تقدم إثباتات ودلائل أنه أنت مثلا بحاجة للإقامة، بحاجة للجوء هون بهولندا، فهون احتمال يصير في قبول للأشخاص اللي جايين من دول آمنة. ولكن كل الأشخاص من كل الجنسيات بيقدروا يقدموا لجوء، يعني في كتير أتراك، في كتير إيرانية، في كتير من السودان، إريتريا، من اليمن، من سوريا، من كل دول، من لبنان بيجوا وبيقدموا لجوء. ولكن إذا كنت بدولة آمنة برجع بقول أنه لازم تقدم دلائل وإثباتات أنه أنت بحاجة للإقامة. اوكي اصدقائي، انا كان عندي هالكم معلومة وهالأسئلة من المتابعين. وبالنسبة للأشخاص اللي عم يسألوني أنه مشان 1300 يورو، نحن بغرونينغن، نحن بأمستردام، نحن بألميرا، نحن بنشخدل، ايمت نحن رح نستلم هذا المبلغ؟ كون روتردام اول بلدية اعلنت ب 14 و15 شهر رح تنزل المساعدات. انتو فيكم بواحد الشهر 1 نوفمبر تسألوا بلديتكم انه ايمت رح ينزل هذا المبلغ، استفسروا خذوا المعلومات الكافية وان شاء الله بأقرب وقت تنزل، بس هن اكيد حددوا قبل 2024. اوكي اصدقائي، انا لهون انهيت الفيديو، اتمنى لكم كل خير وتوفيق وتصبحون على خير.